الدي في دي بالمونري امبوليزم، اول حاجه بروفلاكتيك. طبعا البروفلاكسس ده يعني ايه مثلا؟ طبعا انتوا يعني حاجات الجراحيه دي انتوا عارفينها، اللي هو ايه يعني الواحد اهم بروفلاكسس عارف مين؟ الناس اللي هم بيبقوا بوست اوبراتيف. خلي بالك بقى من الحته دي مهمه، يعني دايما اللي بيعمل عمليه، خلي بالك عمليه جراحيه، لازم يعمل ايه؟ لازم ان هو يقول للعيان ايه، قوم بقى يلا امشي اتحرك، يعني بيخافوا. يعني عشان كده انتوا تلاحظوا العيانين يقعدوا يتمشوا كده في المستشفى، بتشوفوهم ولا وانت طالع كده رايح براحه كده، تلاقي ناس عماله تتمشى كده وماسك القسطره والجلابيه بتاعته عليها دم، شفتوا المناظر دي؟ طب هو بيعمل ليه كده؟ لازم يعمل كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا، ايه العمليات الجراحيه اللي كومن فيها يحصل بوست اوبراتيف دي في دي؟ هي عمليات البلفيك سيرجري. البلفيك سيرجري زي الهيب سيرجري، تعرفين الناس اللي بيجي لهم بقى بيعمل هيب جوينت ريبليسمنت، الناس اللي بيجي لهم فراكتشر فيمر، الناس اللي بنعمل لهم هيستريكتومي، الناس اللي بنعمل لهم بروستاتيكتومي. هذه العمليات الجراحيه بيبقى المريض بعدها تقريبا عارف كده، يعني تحس ان هو ايه، نصه التحتاني ده اهو مش عارف يحركه بالبلدي كده، فاهم ازاي؟ فبيبقى فيري لايبل. يعني في عمليات كبرى كتير، الناس دول بياخدوا ايه بقى يا دكتور؟ خلي بالك بقى بياخدوا ايه؟ بعد العمليه مباشره، يعني بعدها بحوالي، بعدها بكام ساعه نديله هيبارين؟ يعني بعدها مثلا نقدر نقول ماكسيمم 6 ساعات، بس يعني ايه، اكون انا اطمئنيت يعني ان هو الهيموستيزيس بيرفكت، ان العمليه بيرفكت. ابدا اديله ايه بقى؟ مش عارف انا مش مكتوب ايه عندكم. في عندي طريقتين لاعطاء الهيبارين الايه البروفيلاكتيك. في عندنا اللي هو الهيبارين العادي اللي هو ابو 5 اسمها ايه عندكم؟ ميني دوز هيبارين، اللي هو الهيبارين العادي. اكتب بقى الجرعه، الجرعه مكتوبه؟ لا اكتبها لي هنا برضه معلش، هي جايه بعد كده بس انا عايزك تكتب. يقول لك، فيقول لك ايه، طب تدي له ايه بقى؟ يعمل لك كده، تقول له ادي له ممكن الهيبارين العادي اللي هو ميني دوز هيبارين. يعني ايه بقى ميني دوز هيبارين؟ يعني 5000 يونت سبكيوتينيوس، 5000 يونت، 5000 يونت سبكيوتينيوس كل 12 ساعة. دي جرعة مشهورة جدا. طيب امال ايه الهيبارين بقى اللي هو الانضف، اللي احنا بنسميه ايه بقى؟ لو موليكولار ويت هيبارين. وانا اعتقد اتهالوا قدامكم بقى الاسم التجاري، اسمه ايه التجاري؟ اسمه كليكسين. ناس حاجة جدا معروفة. اسم تجاري كليكسين. طب انا هديله ايه بقى في الكليكسين ده؟ هنديله 40 يونت، او هنا ساعات بنعتبره ملي جرام او يونت، يعني ما بتفرقش. وانس بير دي، حقنة واحدة يوميا. فانت بقى لما تلاقي حد قريبك بقى عامل بقى فراكشر بيلفز، هيب جوينت، هيستريكتومي، اوعى تنسى الحكاية دي. ساعات كده الناس ينسى، يا خبر ده احنا نسيت ايه، ده انا قاعد مش هروح الا لما اطمن ان انتوا كتبتوا لامي الايه؟ الكليكسان. ايه يا عم انا ناقص دي في دي بالمونري امبوليزم. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا، هو ده الايه؟ البروفلاكسس المهم الحقيقة.
بإيرلي أمبولانس بعد العمليات، وبندي هذه طبعا بتستمر هذه الجرعة لحد إمتى؟ لحد ما المريض يبقى قادر تماما على الحركة. ممكن نمشي عليها بالأسبوعين حتى، حتى ما العيان يبقى تمام. يلا يا عم قوم بقى، يلا روح وحاجات زي كده. طيب الريسسيتيشن بالنسبة للحالات دي، الريسسيتيشن هي في حالة واحدة اللي هي الايه؟ الماسيف بالمونري امبوليزم. انت طبعا شفت الماسيف بالمونري امبوليزم دي عملت ايه؟ سدت نص البالمونري سيركوليشن، وعامله بريشر لود عنيف على الرايت فنتر، وعامله هايبوكسيا مصيبه يعني. طب انا اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي انا؟ طبعا العين عنده شيست بين بيصوت، ممكن اديله بيتيدين ما عنديش مشكله، بس انا لازم ادي هنا طبعا كمان المريض بيبقى شوكت، ممكن ادي بقى دوبامين دوبيوتامين، ادي للمريض اكسجين، ادي للمريض انالجيسكس، حاجات زي كده دي بتعمل له نوع من الريسسيتيشن في احوال كثيره. بتيجي بقى للثرومبوليتك سيرابي. الثرومبوليتك سيرابي ده بقى اللي هو في حاله ايه برضه؟ الماسيف بالمونري امبوليزم. الماسيف بالمونري امبوليزم دي يا دكتور احنا اتكلمنا عنها، يعني تخيل بقى نص البالمونري سيركوليشن، يعني انا عندي مين بالمونري ترانك وعندي ليفت ورايت بالمونري مثلا، في وان بالمونري تخيل كده اتسد تماما وفي جلطه فيه، انا اعمل ايه؟ ثرومبوليتك سيرابي. يديله ثرومبوليتك سيرابي بيخلص بقى اللي هو سواء ستريبتوكاينيز يوروكاينيز تيشو بلازمينوجين اكتيفيتور، انا بتعامل معاها نفس المعامله بتاعه ايه؟ بتاعه المايوكارد. وحتى برضه عشان اذكرك يعني قال يا عم الرايت بنت اهو ده الرايت بنت، وادي مين بالمونري ترام، وادي ادي وان بالمونري ارتري. تخيل ان هنا في بقى جلطه سده الدنيا دي كلها، ايه اللي هيحصل؟ خلاص السيركوليشن نصها وقف، حتى دي هنسميها بعد شويه اوبستراكتيف شوك، يعني ده خلاص في اوبستراكشن هنا، يعني نص الدم اللي رايح للنج ايه؟ مش رايح، يبقى الدم اللي راجع من اللنج للليفت سايد اوف ذا هارت مش هيروح. هتلاقي الراجل ده ضغطه ايه؟ الراجل ده ضغطه كده تقريبا كده يطلع له مثلا 80 على 40 كده، خلاص يعني ممكن اقل كمان، وعنده سيفير هايبوكسي. تلاقي الرايت فنتركل ده اصغره ايه دلوقتي؟ دايليتد وهيفطس، مش هيستحمل البريشر اللي وصله. يبقى انا لازم اعمل ايه؟ لازم انا ادور هذه الجلطه، لازم ده لو انا قدرت. يعني طبعا العيين الماسف دول معظمهم بيفطس عشان تبقى عارف يعني اللي حيته بقى اللي بيخلص على طول. فطبعا انا هنا لما بعمل ثرومبوليتك ثيرابي انا بعمل هنا، يبقى خلي بالك ان الماسف بالمونري امبوليزم مش معناها ان هي هتخلي اللنج كلها انفاركشن، لا مش دي القصه. القصه الاهم انا يا عم عندي لو في لنج شلتها، ويعني القصه ان نص السيركوليشن متوقفه دلوقتي، هي دي قضيه كبرى يعني، فاهم ازاي؟ فالمريض بيبقى شوكد تماما، هي دي المشكله الاساسيه، والشوك دي اوبستراكتيف، يبقى انا لازم ايه؟ اعمل ثرومبوليتك ثيرابي. وبعدين خلي بالك في قضيه ثانيه، القضيه الثانيه ان البريشر على الرايت فنتركل شديد، الرايت فنتركل يتحمل، هيحصل له دايلاتيشن باظ الرايت فنتركل كمان، يعني الهارت باظ، يبقى انت لابد ان انت تعمل هنا ثرومبوليتك ثيرابي. الانتي كواجولانت بقى، الانتي كواجولانت ثيرابي انا بعالج ازاي؟ الدي في تي او البلمونري امبوليزم. انا ببدا بايه؟ ببدا بايه؟ بالهيبارين ولا الاورال انتي كواجولانت؟ الهيبارين. بتدوا الهيبارين كام يوم؟ ها؟ ثلاث ايام. وبعدين تدي بقى الوارفرين يعني بعد الثلاث ايام ولا بنديهم مع بعض؟ بعد الثلاث ايام
توقف ايه؟ الهيبارين. ده الفرمة؟ ماشي مش مشكلة يعني. طب يعني ما طب يعني ما طب مش معنى تلات ايام يعني؟ يعني انت تفتكر ان اي حد لو خد وارفرين لو حد خد وارفرين بعد تلات ايام هيبقى البروسترومبين تايم بتاعه بقى كويس وبقى عنده سيولة في الدم خلاص؟ في ناس بيقعد ياخدوا وارفرين بالعشرة ايام والاسبوعين ولسه برضو الموضوع يعني ازاي؟ فالقصة دي اصلا دي قصة احنا ورثناها من الفارماكولوجي بتوع الفارما اللي قالوا كده الاول. ففي ناس رددوا كلام فطلح ان الكلام ده ما بينفعش. فانت لازم تدي الهيبارين الاول خلي بال حضرتك لمدة لا تقل عن اسبوع الى عشرة ايام على الاقل. ليه؟ عشان هنا اضمن انا ابقى ضامن وضعي ما اقعدش انا اقول كان يومين. انا دلوقتي في امرجنسي دي ممكن اموت فيها دي موت اللي عنده جلطة في رجله دي يعني انا ممكن اموت بكرة. فلازم تديني هيبارين مشيني عليه. طب وبعدين؟ ولما المريض انا مش هقول جرعة الهيبارين ده تخريج بس معايا لما المريض يبقى stabilized اللي هو about يعني 1 week الى 10 days نعمل ايه بقى؟ نضيف عليه الاورال انتي كواجولانت. ولما الاورال انتي كواجولانت تشتغل هتشتغل امتى؟ انا ما اعرفش العيان ظروفه ايه. هو المفروض تشتغل بعد 3 ايام زي ما انت بتقول بس ما ينفعش 3 ايام في كل العيانين استحاله. انت هتشوف الكلام ده بعينيك وهتفتكر هذا الكلام ممكن بعد 5 ايام بعد بتاع لحد ما تشتغل ابتدي انا اسحب ايه؟ الهيبارين صح كده؟ ده سبب. لما ناخد بقى الهيماتولوجي هقول لك على السر الرهيب اللي ليه بيخلينا طب احنا ليه ما نبداش بالاورال انتي كوجولانت الاول؟ هذا هو السؤال. بيمسك في البلازما بروتين قوي جامد. يعني ده هو في حاجه سبيسيفيك يعني انت ممكن تدي اورال انتي كوجولانت العيان تبداه تبص تلاقي ممكن تعمله ثرومبوزس. يعني بقول هذا الكلام سألت السؤال ده قبل كده؟ مش فاكر. السؤال ده ما اصل ده بيقول لك طب هنبتدي يقول لك اصل ايه عشان احنا بس الهيبارين هيشتغل بسرعه صح بس في حاجه اهم انظر الهيماتولوجي. ما الهيماتولوجي جاي ان شاء الله فما تقلقش. يبقى احنا هنكتب بقى المعلومه دي كده اكتب يبقى هندي هيبارين زائد اسف هندي هيبارين الاول من 7 ل 10 ايام ثم طب مش معنى 7 ل 10 ايام؟ هو مش لازم 7. في ناس يقول لك ايه يعني about 7 to 10 day until stabilization ان المريض ايه صارت معايا زي بعد كده add الايه الانتي كواجولانت. يبقى احنا كده عملنا اوفرلاب حطيناهم على بعض صح. طب وبعدين؟ ولما الانتي كواجولانت يشتغل يعني ايه يشتغل؟ تكتب يعني البروثرومبين تايم. طبعا نسمع احنا عن البروثرومبين تايم ده لما البروثرومبين تايم يبقى adjusted. يعني ايه adjusted؟ يعني بالبلدي الاورال انتي كواجولانت اشتغل اعمل ايه؟ تعمل ايه بقى؟ ما انا هرجع اهو. ما هو خلي بالكم لما البروثرومبين تايم يبقى adjusted يعني ايه؟ يعني الاورال انتي كواجولانت اشتغل. يعني الصبر طيب الصبر طيب. واحنا الهيبارين بنظبطه بايه؟ بالبي تي تي. خلي بال حضرتك الهيبارين هنظبطه بحاجه اسمها بي تي تي بارشال ثرومبوبلاستين تايم. انما الوارفرين هنظبطها بايه؟ بالبروثرومبين تايم. ده حاجه وده حاجه. طب ايه هو البروثرومبين تايم وايه هو البارشال ثرومبوبلاستين تايم؟ انظر هيماتولوجي انظر في ناتولوجي جاي. ما انت بقى ما يقول لك ايه بروثرومبين تايم اللي هو ايه بقى؟ في ناس بقى رخمه بس انت بس قول بس كده الاول
قول له عم برسوم الطعميه والله ما نعرفش فين انا قلت لك البرسوم حلوه دي اه بالظبط كده اهم حاجه الداخله والجاكيته بس بتبقى لابس جاكيته بس التكه الحته دي طب يبقى احنا هنقول يا سيدي انا بس بديك البرود لاين يبقى انا اديت للعيان الهيبارين 17 ايام او انتل استابيلايزيشن رحت حاطط عليه الوارفرين لما الوارفرين اشتغل وده هعرفه ازاي ان البروسترومبين تايم بقى مثلا دبل بقى واتيفر يعني اتظبط العمليه وبقى السيوله اوكي اسحب بقى الايه الهيبارين وكمل على الاورال انتي كواجلانت ممكن يفضل ماشيين على الاورال انتي كواجلانت بقى بعد كده ممكن يمشي عليها مثلا 6 أشهر على الاقل او سنه وفي ناس هيمشي على الانتي كواجلانت مدى الحياه اذا كان هناك مشكله عنده في دمه يعني مثلا فرضنا واحد عنده حاجه كده كونجينيتال ثرومبوفيليا انا دمي بيتجلط خلاص ما عندوش حل همشي على العلاج فور لايف عشان كده احنا هناخد حته كده لسه في كده ورقتين انا عاملهم اسمهم انتي كواجولانت فيجي يقول لك مين هم الناس اللي بياخدوا انتي كواجولانت فور لايف في ناس بياخدوها فور لايف طيب تعالى بقى نشوف انا هدي الهيبارين بقى الدوز ازاي الدوز ازاي بقى جميل الهيبارين العادي ما هو بص اقول لك ايه الهيبارين العادي يعني الهيبارين العادي ده هو الانبوله عشان تبقى عارف بس السعر يعني الانبوله 5000 يونت ثمنها كام 6 جنيه العلبه دي كانت ثمنها مش هتصدق كانت ب 50 قرش وكانت بجنيه مش عايز هي كانت بجنيه او 2 جنيه قبل الثوره بعد الثوره بقت وصلت 7 جنيه مش عارف ليه الحقيقه انت حتى تشوف الانبوله كده ما تستعنهاش يعني ايه ده بتروح وترميها ما لهاش ثمن بقت ب 7 جنيه او 6 جنيه طب الكليكسان بقى اللي هو موليكولار ويت هيبارين تبص تلاقي ما يعادله يعني هو تلاقي البتاع مثلا بكام؟ ب 40 جنيه ب 50 جنيه 60 جنيه حاجات زي كده فطبعا في فرق واضح ان في فرق في السعر برضه فدي نقطه مهمه فاحنا هندي الهيبارين العادي هب بقى اللي هو احنا لسه في الانتي كواجلانت اللي هي الصفحه اللي قبلها اللي فاتت دي هتلاقي الهيبارين جرعته يبقى قول له الهيبارين العادي هدي 1000 يونت في الساعة مش معناها كل ساعة هدي له 1000 يونت مش معقول هشوفه كل لا هو الراجل حاطط الهيبارين على المحلول اوكي على فلاول على سلاين او كده وبالدريب بحيث كل ساعة يخش فيه ايه 1000 يونت دي ميزتها 200 ثيرابيوتيك ليفل يعني ثيرابيوتيك ليفل اول اوفر 24 اور دي حاجة مهمة جدا جدا. في بقى الطريقة في طرق أخرى في طرق أخرى أنا عايزك تعرف الطريقة الحلوة دي لأنها طريقة آمنة وجميلة جدا. طب هل ممكن أديهوله يعني سب كيوتينيوس كده وخلاص؟ أه ممكن أديهوله سب كيوتينيوس في ناس بقى يحبوا يقول لك إيه أنا ممكن أديهوله 7500 وحدة مثلا كل 6 ساعات ممكن أديله 10000 وحدة كل 8 ساعات براحتك بقى لكن اللو موليكولار ويت هيبارين اللي هو الكليكسان الجرعه بقى الثرابيوتيك خلي بالك ان دي اسمها ثرابيوتيك دوز اللي انا بقول عليه ده ثرابيوتيك دوز غير البروفيلاكتيك دوز اللي احنا خدناه يبقى البروفيلاكتيك دوز اللي فوق اللي هي الهيبارين العادي اسمها ايه ميني دوز هيبارين ده الهيبارين العادي 5000 وحده كل 12 ساعه تحت الجلد عشان يقول لك ايه بروفيلاكس هتدي له كام؟ لازم تقول لان الكلام ده في اصل الكلام ده فيه موت الحاجه اللي فيها موت بتبقى مش كويسه. عارف يقول لك ايه؟ خلي بالك ان في فلسفه دلوقتي في طريقه الاكزام يقول لك خلي بالك من الدكتور الهارمفول. انا مش عايز دكتور علامه مش لازم تبقى علامه بس ما تبقاش هارمفول يا دكتور. يقول لك الدكتور ده هيضر الناس كده هيموت الناس. لكن مش عايزك تبقى فلوطه قوي في العلم بس ما تروحش بقى تقعد تموت في الناس بقى ولا يا عم انت عارف الفلسفه دي مع مين اكتر مع البوست جراديويت يقول لك يعني البوست جراديويت دول ناس متجوزين ومخلفين وبياكلوا عيش حلو كده ما ده كونسبت فانا يهمني فيه ان هو يبقى عنده معلومات معقوله ما يبقاش علامه قوي بس ما يبقاش حرام
لان هو استشاري، يعني هو يبقى استشاري وهيبقى راجل اخصائي، فتلاقي في شباب صغير زيكم هيسالوه في الشغل. طب هو مش فاهم حاجه، هتسال مين بقى؟ يبقى انت ضيعت جيل. فهمت ازاي؟ على طول. فالميني دوز 5000 يونت تحت الجلد كل 12 ساعه، دي بروفلاكتيك. وقلنا البروفلاكتيك دوز بالكليكسان اللي هو لو موليكولار ويت هيبارين الغالي 40 يونت سب كيوتينيوس وانس بير داي. ده البروفلاكتيك. طب اللي تحت بقى قلنا ايه؟ دي اسمها بقى اللي هو العلاج اللي هو ايه؟ سيرابيوتيك دوز. يعني ايه سيرابيوتيك؟ يعني هو خلاص عنده دي في تي، عنده بلمونري امبوليزم، هدي 1000 يونت هيبارين عادي كل كام؟ انتوا كلكم مستقصديني بتعدوا من ورايا. ما تعدي من هنا يا عم. الله، الموضوع ده بيتعبني على فكره. يا اولاد اللذينه. انا بقى ابني ظبطت بتاع الفرتبري على البط. كل شويه واحده. الحركه دي بالنسبه لي انا تضيع تضيعني يا ابني. فالمهم مش فاهمين انتوا الحركه. الهيبارين بقى الثيرابيوتيك 1000 يونت كل ساعه. او ايه بقى البتاع ده هو اللو موليكولار ويت هيبارين بقى اللي هو ثيرابيوتيك دوز كام بقى؟ شوفها كام؟ 40 الى 80 وحده تحت الجلد كل 12 ساعه. لازم تبقى عارف يعني ايه بروفلاكتيك دوز، يعني ايه ثيرابيوتيك دوز. طب السؤال، الهيبارين بنتابعه بايه؟ بالبي تي دي. لازم البي تي دي يبقى دبل. البي تي دي يبقى دبل. طب والاورال انتي كواجولان شوفوها بنتابعها بايه؟ بنتابعها بي، شوفها فين؟ بالبي تي. بس هو مكتوب البي تي بيبقى 1.5 إلى 2. انت بقى اشطب كلمه 1.5 إلى 2 دي مش مهمه دي قوي، انا يهمني حاجه اسمها اي ان ار. الاي ان ار دي بقى اللي انا هبقى اكلمكم عنها فين؟ في الهيماتولوجي. هقول لك انا يعني ايه اي ان ار بالبلدي. هو مش هو كانوا دايما يقول لنا ايه؟ خلي البروثرومبين تايم يبقى الضعف. مش كده؟ يبقى الضعف. كلمه اي ان ار مبدئيا معناها ايه؟ ما اجي اقول لك ايه؟ هو ها البروثرومبين تايم اخباره ايه؟ فاحنا ما بنقولش بقى البروثرومبين تايم، بنقول لك ايه؟ اي ان ار. فلما اجي اقول لك اي ان ار 2 يعني البروثرومبين تايم بقى الضعف. اي ان ار 3 يعني البروثرومبين تايم بقى 3 اضعاف. فهمتوا الفكره كده يعني؟ بس هما طب ايه؟ طب ليه بيقولوا كده؟ يا عم استنى في الهيماتولوجي، ما هيجي يقول لك يعني ايه اي ان ار وبتاع وحاجات زي كده. فانت عشان كده ها بتدي له ايه؟ بدي له زفت وارفرين. كويس قوي. الدوز كام يا ابني؟ بدي له والله 5 مللي جرام بير دي. الاي ان ار كام؟ 1.5. ما ينفعش، انا عايزه تبقى 2.5 يا بابا، ارفع الجرعه وهكذا. عشان كده دايما العيانين دول بيعملوا فولو اب ايه؟ باي اي ان ار. وانا كاتب لك بتتراوح من كام؟ من 2 لـ 3.5 حسب حاله المريض، حسب حالات بقى، في حالات وحالات، انت هتعرف بقى الكلام ده. فلازم انا يبقى ايه؟ عشان كده يا دكتور انا باخد، في ناس بقى يقعدوا ياخدوا الوارفرين دي ان الاي ان ار تتعتع. انت بتقول بعد 3 ايام، 3 ايام مين يا عم؟ بس ما تروح يا عم تمارس الطب وتشوف شكله عامل ازاي. هي دي اللي انا عايز اوصلها. نيجي بعد كده هتلاقي ايه بقى؟ في ناس بقى انتوا بقى قولوا الاوبشن ده، واحد عنده دي في تي في رجله، واحد عنده دي في تي في رجله، وبعدين انا متاكد بقى ان هو عنده دي في تي، انت خايف عليه من ايه؟ البلمونري امبوليزم. طب هدي له ايه؟ هدي له ايه؟ عايز ادي له هيبارين. طب الهيبارين كونترا انديكيت. الراجل عنده نزيف. هو جاي كمان بالسريبرال هيموريدج. هو عنده سريبرال هيموريدج. خلي بالك ما في ناس كده سريبرال هيموريدج. بعدين بيد ريدن دي في تي. عامل ايه؟ هدي له هيبارين. ايوه. يبقى احنا لازم نحط له الفلتر. بقى اسمه فلتر. اسمه فلتر دلوقتي او سيف يعني، بس الفلتر بيحطوا فلتر في الانفيريو فينيكيف، بيركب الفلتر بيمنع ان اي شاورز، بس مش اي شاورز، ممكن يعدي شاورز ايه بقى؟
قد كده ما تعملش حاجه. ما انت لازم يعدي حاجه، انت هتعمل فلتر بقى، مش انت عايز الدم يعدي برضو ولا مش عايز الدم يعدي؟ يبقى الاخرام بتاعت الفلتر لازم تبقى برضو يعني اخرام حلوه عشان الدم يعدي، بس ما تعديش الفيتال امبولاي. طب هو الفلتر ده كان زمان الفلتر ده قص فلتر، طب ازاي دلوقتي بيركب في ربع ساعه؟ ربع ساعه يركب يا سعد الباشا. مين اللي بيركب الحاجات دي؟ بتوع الراديو. اكتب يا باشا الفلتر راديو عشان تعرف التخصص. طب ومين اللي يركبه؟ والله ما اعرفش. طب امال مين اللي يعرف يا دكتور؟ يعني هو من عادي والله يا دكتور بيقول لك في فلتر كده. لا انت هتبقى عارف ان ايه ده راديو، وهتعرف السنتر اللي بتركب، وهتعرف اسامي الناس اللي بتركب الفلتر. ما هو الشغل كده، ما انت ايه تقعد تقرا في كتاب وتفضل قاعد كده قدام الكتاب. طب والشغل است الكل، الشغل فيه ماني اصلا. ايه يقول لك الساعه بتاعتي بكام؟ بس ما تنساش تعمل اللي الثواب برضه، ما تبقاش كل حاجه بفلوس لحسن هتروح في داهيه. في ناس خلاص رايحين في داهيه، رايحين في داهيه احنا عارفينهم حقيقه، رايح رايح بقول لهم الحيتان دول. فالفلتر ده بقى حاجه صنع يا خرابي. احنا شفنا فلاتر بقى بتاعت عيانين بقى، بعد ما بيحطوه فتره بيفضلوا حاطين الفلتر بقى، ممكن يفضل قاعد فتره طويله ان شاء الله شهر اتنين تلاته مش مشكله، لحد ما الموجه تعدي خالص والدي في دي يحصل لها ايه؟ يحصل لها اورجنايزيشن والدنيا خلاص، وروح شايلين. تلاقي الفلتر ده مليان لطع كده، مليان حاجات عارف زي تكون مصياده صايد لك كل الامبولاي، وبقول لك بيركب في ربع ساعه. فيري ايزي ان هو يركب دلوقتي، اوكي؟ فخلي بالك برضه. وبعدين تركيب الفلتر ده بالالافات، يعني المصنعيه بتاعته حلوه. صنع هو ده، لما ده الانترفنشنال راديولوجي خلاص بقى. فبرضه فكر في موضوع الراديو يا ابني، فكر فيه. حلو بس البنات مش هيعملوا انترفنشنال راديولوجي، مش هتعرف يعني هتشتغلي راديو. الراديو برانش حلو جميل رقيق، قاعد مستريح، قاعد في التكييف، ما عنديش مشاكل، ما عنديش عيان بينام عندي في البتاع يقرفني في عيشتي، اخر مزاج. الانترفنشنال هو بقى لا خالص ده هم بيضحكوا على البقى. ما انا بص اسمع في اليوتيوب المحاضره بتاعتي اللي انا المحاضره انا عملتها في طبع شمس ولجميع الاطباء عشان تخصص. انا قال كده بيضحكوا على البنات ويقولوا له ما تاخدوش راديو عشان الاشعاع هيأثر عليهم، وعشان الصبيان ياخدوه. ليه يعني؟ طب يعني الاشعاع هيأثر على البنت ومش هيأثر على الواد؟ يا لص منك له. بعد يقول لك لا اصل هم الراديو ساعات ما بيحبوش ياخدوا بنات عشان البنات بقى كل شويه. هي دي بس البروبلم، لما بيتجوزوا بقى تبقى بريجننت، فطبعا اثناء البريجننس مش مفروض بقى تيجي في الاسم. حاجات زي كده مش للدرجه دي يعني. في اجهزه ممكن نشتغل عليها برضه. فكل دي اكاذيب. طب نيجي بقى نشوف ايه في بقى قاعده طب حطها في مخك، والقاعده دي حتى الان احنا بنعاني منها حتى في اللحظه. ايه هي القاعده؟ ان اي انسان، بص يا دكتور، البلمونري امبوليزم خلاص لا تزال وستظل هي السبب الرئيسي وسبب شائع للوفيات على مستوى العالم وبالذات في الهوسبيتال، وتشخيصها دائما يحدث ريتروجريد بعد ما المريض بيموت، بنقول ان ده كان عنده بلمونري امبوليزم. خلي بالك من القصه والكلام ده اهو، خليه يرن في ودنك وانت كده لما شعرك يشيب هتقول ايه فعلا الكلام ده احنا سمعناه. فانا كاتبها لك وبقول لك ايه. اي مريض يكح، بص عنده كحه unexplained، عنده ديسنيا unexplained، عنده hyperventilation unexplained، خلي بالك عنده chest pain unexplained. شوف يعني كاتب لك 100 حاجه، حاجات unexplained، you must suspect pulmonary embolism، ولازم انك انت تاخد الخطوه بسرعه وتنفستيجيت. انت شاكك في بلمونري امبوليزم، تطلب ايه؟ حاجة واحدة، سي تي بلمونري انجيوغرافي. اكتب الكلمة دي، سي تي ايه؟
البلمونري انجيوما. بس اعمل حسابك هنا في صبغه، هنا في ايه؟ صبغه. فخلي بالك حطها في مخك. طب انا اقول لك على حاجه الله، طب انا فرضنا انا شاكك فيها ومش عايز اعمل الاشاعه ده اهي، اوكي؟ انت عارف احنا بنعمل ايه؟ ادي العيان انتي كواجولانت از لونج از نو كونتر اندكيشن. انت خايف ليه؟ اديله، انا مش عارف فيه ايه. تبص تلاقي العيان يا عيني يرجع يطلع بالبلمونري امبوليزم. هتشوف القصه دي والناس هتموت منك، وانت بروفيسور انت راجل كبير وهيموتوا منك برضه، وهترجع تقول يا خبر ابيض صار عمره كده. مشكله كبيره يا دكتور. كاردومايوباسي، هات الكاردومايوباسي. فهمتوا بقى الموضوع؟ خلي بالك البلمونري امبوليزم والعلاج والحاجات دي كلها، كل دي بروبلمز. وازاي تعمل بروفلاكسس؟ طب التريتمنت ايه؟ طب لو العيان عنده بليدنج تندنسي تتصرف ازاي عشان تقول له حط الفلتر؟ الناس عارف الحاجات دي. طيب كارديومايوباسي يعني ايه؟ افكركم بحاجه كده زمان خدناها لما جينا يا اولاد درسنا الهارت فيلير. لما جينا درسنا الهارت فيلير قلنا اسبابه ايه؟ بص، بريشر لود، فوليوم لود، مش عارف سكيميك هارت، وفي الاخر كاردومايوباسي. فانت تحس ان الكاردومايوباسي ده هو diagnosis of exclusion. يعني دايما احنا لما بنلاقي المريض عنده حاجه في القلب واحنا مش عارفين الحاجه دي ايه، او يعني مفيش حاجه واضحه قدامي، ساعات بتهمه ان هو كاردومايوباسي. فهو كاتب لك الكاردومايوباسي هو جروب اوف ديزيزز. بص بقى الكلمه دي، برايمري. يعني ايه برايمري؟ يعني بتأفكت الميوكارديوم بشكل مباشر. يعني اديك مثل كده، انا بشرب خمره، حلو كده؟ الخمره بتخش على الميوكارديوم تبوظه مباشر. هي دي معنى كلمه كارديومايوباسي يا اولاد. يعني مثلا ما ينفعش اقول ايه؟ اصل الهايبرتنشن بيعمل ليفت فنتريكولار هايبرتروفي، وبعد كده الهارت بيتعب، ده كاردومايوباسي. لا، كاردومايوباسي يعني المرض بيأفكت الميوكارديوم دايركتلي. خلي بالك من المعنى عشان تبقى فاهم المعنى. بس ما يكونش فيه ولا روماتيك هارت، هو مش ديو تو روماتيك هارت، ولا سكيميك هارت، ولا كونجينيتال هارت، ولا بريكارديال ديزيز، ما عندوش حاجه من دي خالص، والقلب تعبان، يبقى ده ايه؟ كارديومايوباسي. يبقى ده الايه؟ الديفينيشن. الكاردومايوباسي ده ساعات يجي سؤال في الريتن والعيل تزعل، يقول لك يعني ساب كله وجاب الكاردومايوباسي ابن الكلب، واخد بالك؟ ما هو ده اللي بيحصل. فاول واحد بيجي اللي هو ايه؟ دايليتد كارديومايوباسي. انت مش هتسمع اي حاجه غريبه دلوقتي، كل الكلام اللي انا هقوله دلوقتي الله، ده احنا واخدينه قبل كده. يعني معلش، طب يعني ايه دايليتد كاردومايوباسي؟ يعني تلاقي واحد كده دكتور القلب بتاعه عمال يدايليت وعمال وداخل في هارت فيلر من غير سبب كده، والموضوع متدرج. طب ايه اللي بيعمل كده؟ تلاقي مثلا في امراض بقى وراثيه، امراض وراثيه زي مثلا هتلاقي عندك الفريدريخ اتاكسيا، هتلاقي الكحول طبعا، الخمره بتعمل، هتلاقي الادريا مايسن، بعض ادويه كيمو سيرابي. عشان كده انتوا تاخدوا بالكم هتلاقي ايه؟ الجماعه بتوع الكيمو سيرابي، او لو ليك حد قريبك بياخد كيمو سيرابي دلوقتي، يا اخي مفيش عيله ما فيهاش اثنين ثلاثه بياخدوا كيمو سيرابي. يعني كده لو مسكت بقى العمام والاخوال وبتاع تلاقي فلان بياخد كيمو، فدايما تلاقي اللي بياخد كيمو سيرابي ده يقول لك ايه؟ لازم كل افري ناو اند زين يعمل ايكو، عشان هم عارفين ان السيتوتوكسيك دراج دي بتعمل كاردومايوباسي. برضه اللوبس هتستغرب، فاكرين الهيموكروماتوزيس؟ الهيموكروماتوزيس الحديد، وقعدنا نقول مش عارف يعمل برونز الديابيتس والكلام الجميل ده والليفر وبتاع. فانا كنت اقول لكم دايما لما يحب هو يلخفنك يروح مدخل في البروبلم شويه كاردياك سيمتوم وبتاع،
فاهم ازاي؟ وإديما ونيك فينز ومش عارف ايه عشان ايه؟ تقول له ده كاردو مايوباسي مع الهيمو كوماتوزس. يعني ودي مساله من المسائل الرائعه فايرال الى اخره. طب انا هسال سؤال دلوقتي، ايه الكلينيكال بيتش يا حبيبي؟ بص يا بابا، باي فينتريكولار فيلير بس، واكتب ليفت سايدد فيلير سي بي 4، رايت سايدد فيلير سي بي 4. بس خلي بال حضرتك، خلي بال حضرتك يا جميل، القلبك منه عمال يضيليت يضيليت يضيليت، هتلاقي الايتريا بتضيليت، وطالما الايتريا بتضيليت اي اف، يبقى عشان كده ممكن ده يجي له اي اف. حاجه ثانيه خلي بالك من الكلام ده، الكاردومايوباسي بقى كمان من الحاجات، خلي بالك هنا الضيليت التايم، ركز ان هو ايه، بص سيستوليك ديسفانكشن اللي هو الهارت فيلير اللي احنا عارفينه. طب انا لما اجي انا دلوقتي امسك اخينا ده هو اوكي، واجي اطلب له انفستيجيشن، هطلب ايه؟ شويه رسم قلب، اشعه، ايكو، يعني مش كده؟ بس حط انفستيجيشن اوف ذا كوز لو مش مكتوب، يعني انفستيجيت الكوز، شوف كده لا يكون لوبس لا يكون بتاع. طيب معلش بالله عليه هتعالجه ازاي؟ ما احنا خدنا هات الهارت فيلير يعني، ها؟ هتديله ايه؟ ايه اهم حاجه؟ الفازو دايليتور والدايوريتكس. يقوم بقى لما جه السؤال، فطبعا الناس بقى بتزعل، جايب لهم ايه؟ سؤال دايليتد كاردومايوبسي. فطبعا يا جماعه انا ما ذاكرتش الموضوع ده يا دكتور. يا ابني بص، انت مش فاهم اصلا، انت مش فاهم انت بتذاكر ازاي اصلا، هي دي المشكله. هو ماسك البتاع ولا يذاكر اول اورنان. يا بابا انت مش انت ذاكرت الهارت فيلير؟ اه طب خلاص، انت لو كنت بصيت على دايليتد كاردو ده هو هارت فيلير. يعني انا بقول لك ايه، ايه الضيليت كاردومايوبس ده؟ اكتب يا ابني باي فينتريكولار فيلير، يلا اتصرف انت بقى، هيكتب كل حاجه. بس الحاجه الوحيده اللي ممكن مش هيعرف يكتبها الايتيولوجي، هو مش عارف الاسباب، لكن هيقدر يكتب كلينيكال بيكتشر، وبالتالي هيقدر يكتب انفستيجيشن، وبالتالي. فانا النهارده ما اقول ايه، اما بص كده، يعني دي طريقه مذاكره النص، الناس اللي هم البروفيشنال اللي يروح باصص كده، اه ده كاردومايوبس ده، ايه ده باي فينتريكولار مش عارف ايه، طب خلاص انا هتصرف انا لو جه السؤال، مش مشكله بقى، وهكذا. لكن هو ايه، بص ما بصش خالص، هو اذا لا يعلم شيء. فهو بالتالي في حاجات بتبقى عايزه تتقري، وحاجات تتبص كده، يقول لك سبوت لايت، سبوت لايت كده بسرعه، هو كده مش كل حاجه ماسك انا الفئي عمال. لا لا يا دكتور، طب وهتلاحق عليها؟ هتموت في الاخر. هتلاقي المعلومات دي يعني بص هتبقى اندر تنش، بتيجي كل ما تعطس يخرج منك برانش، يطلع بقى من مناخيرك من ودانك، ما العمليه مضغوطه عكسي، تبص تلاقي الايه الهرنيه خرجت باللي فيها كلها. كمان عطسه تلاقي الفاسكولار طلع خلاص. هو الجو مش حر كده يا اولاد ولا ايه؟ طب ما تشوفوا الجدع ده بتاع يعمل لنا حاجه. خد يا ابني افتح ده ممكن ولا ايه؟ طيب اه افتح حلو. افتح يا عم الشباك كده هيديك. لا تعال تعال يا دكتور يا حبيبي تعال يا حبيبي، هو حلو قوي اهو ولا ايه؟ ولا بارد ولا مش عارف؟ حلو لو عايزين تفتح ورا ما تفتح، خليه بس يعني سنه شويه سنه. طيب العلاج بقى قلنا ايه؟ فازو دايليتور اللي هو ايس، خلي بالك يا دكتور، واذا ذكرت الايس تروح عامل سلاش اربس، يعني خلي بالك دايما ده زي ده. ودايوريتكس بس كده. طب امتى، طب امتى بقى تدي الديجيتاليز؟ خلال جنابك ده سؤال ام سي كيو. يقول لك الديجيتاليز مش افكتيف كبوزيتيف اينوتروبيك في الكاردومايوبس، ما بيعملش حاجه. بس بيتاخد عشان الاي اف. امتى تدي انتي كواجولان؟ ما هو برضه هيجيله الاي اف. وعلى فكره الكاردومايوباسي ايت سيلف عشان القلب كله عمال بيحصل له دايلاتيشن، فبيحصل ثرومبوزز في الهارت نفسه حتى احيانا من غير اي اف سبحان الله. فعشان كده هم بيريكومند مع الدايليت كاردومايوباسي انتي كواجولان فازو دايليتور دايوريتكس.
ومش هدي لانوكسين الا اذا كان هناك اي اف. لو انا عرفت البرود لاين دي اقدر انا اكتب يعني مش لا فاهمين يا اولاد ولا ما هو لازم نتعلم الحكايه دي وانا دي هحاول اعلمها لك في الاخر واحنا بقى عمالين بقى نشتغله يا ابني الف اهي هالف لك تاليفه كده تقعد تكتب من دماغك وتتصرف مش هتجيب ايه ولا ايه ولا ايه في الاخر بقى كاتب لك هو حاجه ريفرسيبل كوزز اوف كاردوميوباثي اللي هو الدايليتد. على فكره في ناس في الحمل بيجي لهم دايليتد كاردوميوباثي بيخفوا. الناس اللي بتشرب خمره لو اتقفش وبطل خمره بيخف. في حاجه اسمها سيلينيوم ديفيشنسي برضه بيقول لك عليه ساعات. وانا برضه بذكر هو كان طالب الحقيقه فهو قفش ابوه مش قفش ابوه هو ابوه اعترف في الاخر فاهم ازاي اعترف ان هو بيشرب خمره. ليه؟ بس في ناس كتير جدا تلاقيه هو انسان عادي خالص معلش انا اسف وتلاقيه اقرب يعني معلش انا اسف ممكن تفاجئ ان ابوك بيشرب خمره انت ما تعرفش ومش باين عليه خالص ما تعرفش هو بيحب الحكايه دي بيروح في حته كده يروح فاقع له بتاع يعني يقول لك والله بتعدل دماغي. بص انا ماليش دعوه هي حرام بس انا بتكلم بقصد ايه فالراجل زي ما تقول هو صصبته ابوه هو صصبته وبعدين عارف هو بيشرب ازاي فمش باين عليه حاجه وما يبانش خالص زي انت فاهم الاجانب طب ما الاجانب بتشرب رؤساء الجمهوريه دي كلها يعني هتشوف هو هم اللي ذات ماشيين العالم كلهم بيشربوا بس بيشرب بطريقه معينه فبالتالي الواد لا ابوه ايه ابوه بدا يشتكي من ديسنيا وبعدين الموضوع زاد شويه بقى قرصتني الراجل مش فاهم حاجة ولا الواد ابنه فاهم حاجة. يابا في ايه يابا؟ عمالين يدوروا لحد ما عملوا بتاع انفيزيشن فلقوا ايه؟ الهارد بتاعه ايه؟ دايليتد شوية. فالراجل قال له باباك شكله عنده كارديوميوباثي بس خلاص على كده مش عارفين السبب طبعا ليه؟ لأن الكحول لازم المريض يقول ان هو بيشرب. فانضغط عليه بقى طبعا. الدكتور دخل عليه وقال له ايه؟ دخل عليه على طول قال له ايه؟ طلع الازازه. قال له هل الازازه خلاص. طلع الازازه يا نمسي يا ابن الكلب. عارف انت بقى لما عرفوا بطل رجع. يا صباح الفل. يا سلام. طب ادي الايه؟ الفيرس ايه بقى الديفرنشال دايجنوزيس اسكيميك هارت ديزيز اسكيميك هارت ديزيز هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارد ده بقى غايه في الاهميه مهم جدا هنكتب بقى على العنوان كلمه هتحسسك باهميته وانا قلتها قبل كده الكلمه اكتب فوق فاميلي هيستوري of sudden death in young age. Family history of sudden death in young age. شوفت عنه. طبعا يعني يبقى انت كل ما تسمع القصه دي ان في واد طاير فجأة لا باشا شاب عنده 22 سنة الواد يا دكتور مات مرة واحدة ومفيش حاجة يعني فالواحد يقول لك ايه ممكن افوت بس هسأل هو في حد في العيلة حصل حاجة زي كده لقيت فيه يقول لك على فكرة ده ليه ابن عمه مات كده من 7 سنين تروح انت عامل ايه بقى؟ انا مش هروح النهارده يا جماعة انا عايز اتعشى تقعد بقى تتعشى ونشرب الشاي ونلم العيله دي كلها كده اهو ناخد ميعاد ايكو لكل العيله اللي هم بقى مين بقى اللي هم اخواته ولاد عمه والطقم ده كله لان كل شويه تلاقي واحد يقع لك فهمت ازاي؟ يبقى انت بتعزي بس بطريقه ثيرابيوتيك لا ده مات فجاه يا عين الله يرحمه وعلى فكره دكتور تصدق ليه ابن عم السنه اللي فاتت برضه مات كده بجد لا حول ولا قوه الا بالله دكتور حمار مش فاهم يا تخ
خيبة يا شيخ. بقول لك في ناس بتبقى احمر مش فاهم حاجه خالص. بص ده الانتر فنتريكولار سيبتم عامل ازاي؟ اهو تخين. بص تخين ازاي؟ هو كده. اصل المرض مصيبته ايه يا كابتن؟ اوتوسومال دومينانت. ايه اللي قابل؟ يعني هو حد فينا يعرف ان هو عنده حاجه زي كده؟ ما نعرفش. فالمهم قال ايه بقى؟ بص بقى الايه؟ انا هسيب لك رسمه كده يعني هنعتبر ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الاورطه. الاورطه فالف اهو. وادي الاورطه مثلا طالع كده اهو. وادي الطريق المؤدي الى الاورطه فالف. فتلاقي السبتم عامل ايه يا ولا؟ السبتم عامل ايه؟ زي ما تقول عامل انكروتشمنت كده على الايه؟ الطريق المؤدي للاورطه فالف. هتلاقي الحته دي يا ولاد ايه كده؟ يعني مزنوقه من الايه؟ من السبتم. حلو كده؟ طبعا. طب وايه تاني بقى؟ بص عشان الرسمه تبقى كامله. الميوكارديوم ده فيه عيب، فيه دايستوليك ديسفانكشن. امال هم سموه كارب مايوبس ليه؟ وعلى فكره عنده كمان مايترال ريجيرش. يبقى الرسمه قالت لك ايه مشكله القلب ده؟ يعني عنده ثلاث مشاكل في قلبه. بس ايه المشكله بقى؟ اولا هو اسمه ايه بقى؟ اسمه المرض اسمه ايه؟ هوكم. اسمه هوكم. هوكم هايبرتروفيك اوبستراكتيف كاردوميوبثي. هايبرتروفي الايه يا ولا؟ للانترفنتريكولار سيبتم. اوبستراكتيف لمين؟ للطريق المؤدي الى الاورطه. طب ليه قالوا كاردوميوباثي؟ لان في دايستوليك ديسفانكشن. في مين؟ في المايوكارد. وبالمره معاه مايترال انكومبتنس. بس هو ده الايه؟ تبقى انت عارف محتوياته. حلو الكلام؟ طيب يبقى العيان ده خلي بالك يا دكتور. طبعا هو بيقول لك ليه عنده مايترال ريجيرج؟ هتلاقي يقول لك اصل الانتر فنتريكولار سيبتم التخين بينترفير مع الكلوجر بتاع الصمام، وكاتب كلمه كده اسمها انتيرور موشن. مش مهمه دي، المهم انك انت تبقى عارف ان في ايه؟ مايترال ايه؟ انكم. طب قولوا لي كده العيان ده كده عايزين نستنتج احنا بقى. احنا شفنا هو كده عنده سب فالفولار اورتيك استينوزس. هو ده بقى السب فالفولار ايه؟ اورتيك ايه؟ استينوزس اهو. عنده كمان سب فالفولار اي اس. يبقى العيان ده عنده بيكتشر اوف وات؟ اورتيك استينوزس. يعني عنده لو كاردياك ابوت، بيجي له شيست بين. خليك بقى معايا كده عشان بس الكلام. طب وايه تاني؟ وايه تاني؟ الدايستوليك. الدايستوليك ديسفانكشن ده اهي ساعات بتبقى مايلد. ممكن هو لو انا عندي دايستوليك ديسفانكشن يحصل لي ايه؟ تلاقي الدايستول بتاع الفنتريكل وحش. صح؟ يوم الاتريوم ما يفضيش زي الناس. او ممكن انهك شويه بالمونري فينس كونجيشن بسيط. وفي ناس ما يبقاش عنده المشكله دي. المشكله الكبرى الاريزميا. بيجي له صادن اريزميا. وعشان كده الموت بيجي هنا ازاي؟ خلي بقى الموت بقى عشان كده الناس تروح تضحك عليه. اولا طبعا ده شاب صغير. ده شاب صغير. مات امتى؟ مات وهو بيلعب. وهو بيلعب مثلا بقى ماتش كوره، وهو سباحه. يعني هو اثناء المباراه يقول لك ده كان في الماتش ده كان ما شاء الله عليه، وجري وراح وجي وبتاع وحط جوان ومش عارف ايه، والواد دايد اثناء المباراه، وقع مات. هتسمعوا قصص زي دي كتير. الاغرب بقى، بس انا مش هقول لك الميكانيزم النهارده لاني ماليش مزاج. معلش يا دكتور، ما يا ابني العلم بحر. وانت عايز تعرف كل حاجه وانت صغنطط كده. فيقول لك ايه بقى؟ ده في حالات بقى تيبيكال. يقول لك ايه بقى؟ يموت بعد ما يخلص المباراه
ده حوالي من تلت لنص ساعه. وليه اكسبلين؟ حتى يقول لك ايه ده، احنا يا دكتور احنا دخلنا نتمرن ولعبنا وكويسين جدا، وبعدين يا دكتور دخلنا طبعا بقى ايه خدنا الدش ومش عارف ايه كده، واستحمينا وغيرنا هدومنا وخرجنا كالعادي بقى نقعد بقى في الجنينه في النادي نشرب الشاي مش عارف ايه بتاع، واحنا بنشرب الشاي راح ميت. انت تسمع القصص دي، الواد ده شكله عنده ايه؟ هو كم خلي بالك. فيا ترى بقى هنا السؤال، احنا بنوجه السؤال للايه؟ للمسؤولين عن الدوله، فاهم ازاي؟ هل الشباب الالاف المؤلفه من الشباب اللي بتلعب رياضه في مصر، كوره مصارعه زفت هباب طين، هل العيال ده ايه بيتعمل لها بيريوديك اكزامينيشن زي الناس، ميديكال اكزامينيشن زي الناس؟ ما بيتعملش، مش زي الناس. وحياتك عندي حتى المنتخب نفسه يعني، فاهم ازاي؟ بس بداوا بقى لما بدات ناس تموت، لان فينا في واحد مات انت عارفين القصه دي، الواد اللي مات ده، الواد اللي مات ده بقى ده مات ايه؟ اثناء المباراه. بس تسمع بقى اللي هيس عشان تعرف الغباء، ما احنا احنا بنتماس بايه؟ بالغباء. خلي بالك يا دكتور، غباء وقله اعتنا وكل واحد في مواله ومحدش ديفوتد لحاجه. ما المشكله ايه؟ انت لست ديفوتد لشيء. هي دي المشكله. ليه؟ عشان لقمه العيش. لو الدوله بتديني حقي هبقى ديفوتد. فالمهم عمك عبد الوهاب ده يا ابني جاله تو سينكوب قبلها في التمرين، يعني مره اغمى عليه وفاق، وبعدها بشهرين تقدر اغمى عليه وفاق. طب فين بقى الدكتور اللي معاه؟ يبقى هو عنده هو هيستوري ان هو جاله سينكوب وقع. طب احنا خدنا اي بي سي اللي بيجي له سينكوب، بنتنايل نعمل ايه لامه؟ بنعمل ايكو وبنعمل رسم قلب وبنعرضه على الكاردي باسس. جت الثالثه الواد مات، ايه رايك؟ يبقى معلش بقى هنا انت هنا مفروض بقى كجهه بقى مسؤوله بقى كده، فين الحمير اللي قاعدين مع الناس دي؟ شايف ولا ايه؟ وبعدين ده منتخب، يعني ده منتخب مصر، يعني المفروض اللاعب ده بيبقى شيء مهم. ما بقول لحضرتك، المهم علينا يعني. فبديك فكره، فلازم برضو يا عبد، انت لو جبت دكتور امتياز كان عرف المعلومه دي، جت كنيله ادي يا عم. ايه بقى الميرمرز اللي ممكن تسمعها في العين ده بقى؟ مايترا ريجيرش واورتك ستينوزس. هيروح الراجل ناتشك سؤال بقى، هينتشك هنا. خلي بالك بقى ده سؤال كلينيكا، وانت بتمتحن فين في العملي؟ هديك سؤال سهل قوي، انت كلنا سمعنا الاورتك ستينوزس، محدش ما بيسمعه. ليه؟ لان الميربر لا مؤاخذه عامل ازاي؟ بيعمل كده، هو انا ايه اطرش؟ صح يا استاذه؟ وطبعا كلكم سمعتوا الواد محمد الصغنطر ده الرفيع اللي جاي بيلبس الاستاذه مسيو محمد شعبان اللي بيلبس، عارفينه محمد شعبان؟ هل تعلم؟ طب هو عنده كام سنه محمد ده؟ تقريبا هل تعلم محمد دوت متجوز؟ ما تعرفوش؟ متجوز وعنده مايا ومهند، خصوصا عارف العينين، اعرف العينين، اعرف كل حاجه عن كده. فانا بقعد اقول لي عايز شايفين الواد محمد الشقي دوت صغنطوط ازاي؟ متجوز ومخلف وانتوا قاعدين زي الهبل. انت قاعد سكه معاه. المهم فانا بقى جبت لك انا محمد ده في الامتحان. فانا عارف ان محمد كرونيك اكيوت، هعرف انت شاطر ولا لا. فاجي اقول لك ايه، شخص لي ابو الكباتن، فانت تقول لي اورتك ستينوزس، فهقول لك طب قول لي بقى هو فالفولر ولا سب فالفولر ولا سوبرا فالفولر. اوكي، فانت هنا خلينا في السب فالفولر. خلي بالك معايا، اسالك سؤال بس افهم الكلام عشان انت اصل هتنسى لو فاهمه، مش هتنسى. دلوقتي انا لما بعمل سكواتنج بوزيشن، خليك معايا لو سمحت، لما انا بقرفص مش انا بعصر دمي كله والبينس ريتيرن كله بيروح للرايت سايد اوف ذا هارت، فالدم بيزيد على الرايت سايد،
يوم الدم يخش اللانج كتير، يوم الدم يلف من اللانج يروح للليفت سايد اوف ذا هارت كتير، صح كده ولا لا؟ يبقى الليفت سايد اوف ذا هارت والرايت سايد برضو هيحصل لهم ايه بالسكواتنج دايليتيشن، لان انا عصرت دمي وبعت دمي كله لمين؟ للهارت. خلي بالك جنابك، لو الصمام عندي ضيق نفسه، يعني ايه ضيق؟ فالفولار، مهما الليفت فنتريكل حصل له دايليتيشن، اوكي الصمام ضيق نو واي، لكن هنا الصمام مش ضيق، ده الجزء اللي تحت الصمام فيه بس ايه انكروتشمنت شويه على مين؟ على الطريق المؤدي للصمام بالسيبتم، عشان كده بيسموها ايه؟ ليفت اوت فلو تراكت اوبستراكشن، بيسموها كده. فانت ايه رايك لو الحته دي كده، بص تخيل الحته دي كده اهو، لا 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 المنطقه دي كده اهو، بص وسعت كده، كل ده وسع كده، الاوبستراكشن قل ولا لا؟ قل. يبقى العيان ده هسمع الاستينوزيس هقول له ارفص، الاوبستراكشن يقل، تلاقي المرمر يقل، فهمت؟ بس كده، فهو عايز الحته دي. يبقى انت، في ناس مش فاهمه، اقولها تاني، نقولها تاني، بس كده، يا سلام. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ سكواتنج. ما هو في قاعده يقول لك ايه؟ السكواتنج دي بتزود الفينس ريتير، فالدم يروح على الرايت سايد كتير، فيروح على الليفت سايد كتير، فيلف بتاع ده، يروح للرايت سايد على اللانج ويلف على الليفت سايد. يبقى انا لما عملت سكواتنج زودت البلاد فلو على الليفت سايد اللي هو فيه ايه؟ الاوبستراكشن. فانا هنا في المنطقه دي كده الصمام ماله؟ حلو، بس في تحت الصمام شويه ايه؟ سيك انتر فنتريكولار سيبتم. فيقول لك ايه؟ لو انا مسكت الحته دي كلها كده اهو، مسكت الحته دي كلها كده اهو، والمنطقه دي بقى دايليتد كده، يبقى انا فتحت المنطقه اللي تحت دي شويه. لكن لو الصمام ضيق نفسه، الصمام خلاص هو نفسه ضيق، وسع بقى الليفت فنتر، الصمام ضيق ملوش حل. فاهمين كلامي ولا لا؟ يبقى انت يو كان ريليف هذا الاوبستراكشن باي دايليتيشن اوف ذا ليفت فنتر. بايه؟ بالسكوات. طب ايه عكس السكواتنج؟ الفالزالفا يحزق، فالعين لو حزق يحصل العكس، الفينس ريتيرن يقل فالاوبستراكشن يزيد، فممكن المرمر يعلى شويه. هو عايز يقول لك ايه؟ انت هو عايز السكوات. قول له يا فندم هذا المرمر هيقل بالسكوات بوزيشن، انتوا لو فاهمينها مش هتنسوها. وخلي بالك بقى يقول لك ايه؟ المرمر اوف سب فالفولار اورتيك ستينوزيس بيزيد بالفالزالفا ولا بيزيد بالسكواتنج ولا تلاقي انت نسيت يا عم السكواتنج يا عم بيتنيل بيزود الفينس بيفتح القلب يا لا. يبقى الاوبستراكشن هيقل، يبقى بيقل، بيزيد بالسكواتنج ولا بيقل بالسكواتنج ولا بيزيد بالفالزالفا ولا تلاقي الفالزالفا سكواتنج دخلت في الهرنيا راحت داخله في البتاع، نفسك انت ايه؟ خارج بلبوس. ليه؟ ليه؟ لان انا خدت المعلومه ومش فاهمها. افهم يا ابني الفهم. طيب يبقى مايترا ريجيرش، فيجي يقول لك بقى اللي ايه؟ الهوكم عنده مايترا انكومتنس؟ يس. اورتيك سينوزيس؟ اه. المرمر بيقل بالسكواتنج؟ طبعا. في سيستوليك ديسفانكشن؟ لا. دايستوليك ديسفانكشن؟ ايوه. يبقى انا فاهم. بيعمل صادن ديس في يونج ايج؟ ايوه. بوزيتيف فاميلي هيستوري؟ طبعا. يعني ايه؟ خلاص انا فهمت الموضوع، انا طالما فهمت الموضوع اقدر انا بقى ايه؟ والله انا مش مذاكره بس انا عارف القصه دي، انا هكتب فيها كلمتين، ايه المشكله؟ لازم انا احفظ بقى البتاع. فاهمين ولا مش فاهمين؟ انت لو سالت اي حد على الهوكم ده هو هيروح جايب جاز، محدش تعرف يعني. يجيب جاز ما يقولش فيه حاجه. فانت لو قلت بقين بس، انت لو قلت هوكم، هوكم يعني حلو قوي، رضا حد طايق. طيب هسال بقى سؤال هام، قول لي بقى
الهوكم ده الهوكم ده هو اديله ديجيتاليز ولا ما اديلوش؟ اولا هو عنده دايستوليك ديسفانكشن. الديجيتاليز بينفع في ايه؟ في السيستوليك ديسفانكشن. يبقى الديجيتاليز هنا ايه؟ مش مفيد. وبعدين في حاجه، انت عايز الفنتركل يبقى مرحرح ولا يبقى قافش كده؟ عايزه يرحرح عشان الاوبستراكشن يقل، يبقى الديجيتاليز ما ينفعش. فاهمين معنى ده؟ يبقى انا عايز اديله دواء يرحرح القلب هيحسن دايستوليك ديسفانكشن، وكل ما الفنتركل يبقى ريلاكسد الاوبستراكشن يقل، ولا مش معايا؟ يبقى اديله ايه؟ اديله بيتا بلوكر او فرابامين. فهمتوا؟ طب ايه الانتي اريزميك دراج؟ على فكره نسيت اقول لكم حاجه، تعرفين الاريزم هنا ايه؟ فنتريكولار تاكيكارديا. فالواد بيخش في اف. هو الواد عبد الوهاب ده جاله كده على فكره. اصل انا جالي سينكوب مرتين قبل كده. هو كان كارديال بس حاجه فيري مايلد، ممكن يبقى مايلد، ده كان بيلعب مايلد خالص، هو اللي موته الاريزم. واحد حزن والله. انا حزنت على علم هو عمره كده بس زعل. طب يموت واحنا عارفين التشخيص حد. فالمهم طب نسال بقى في حاجه كده، اسال سؤال. بص يا بابا، بص يا معايا اسمع، ايه رايك لو انا اديت للعيان ده هو، خلاك الحته دي خطيره جدا، لو انا اديت للعيان ده هو فازو دايليتور، بريفرال فازو دايليتور، حجم الليفت فنتركل ينكمش ولا الدايليت؟ يعني اقول لك على حاجه بسيطه، اقول لك العكس، لو انا رفعت الضغط هنا، هنا في الارترس، تلاقي الليفت فنتركل يحس ان قدامه ضغط، فالليفت فنتركل يتنفخ زي البالونه، في قدامي بريشر. لا ده انا هقلل البريفرال ريزيستنس وهقلل البريشر بالفازو دايليتو، فالقلب يلاقي الدنيا قدامه ما شاء الله سالكه، فتلاقي الهارت يروح منكمش، يقوم الاوبستراكشن يزيد. فيجي يقول لك ايه؟ الاس انهبيتور كونترا انديكيتد، فازو دايليتور كونترا انديكيتد، كله كونترا انديكيتد، نايتريت، النايتريت بتقلل الفينس ريتيرن يا ولد، كونترا انديكيتد. هي دي بقى الايه؟ دي من ضمن بقى ال 40 سؤال اللي الطلبه بتبقى خارجه يقول لك انا مش عارف في 40 سؤال ولا 60 كلمه، انا مش عارف اعمل فيهم ايه. دي في كل حته بيبقوا بقى في الخوازيق دي، يقول لك مش عارف، يقول لك الهوكم ندي فازو دايليتور ولا لا؟ الهوكم ادي نايتريت ولا لا؟ سكواتنج فالزال، الله يخرب بيوتهم. فاهم ازاي؟ هي بتيجي في الحاجات بتاعتك. لان القلب بتبقى بقى الحاجات دي فكه منها، فبتيجي بقى تلقط. انت فاهم ال 150 سؤال كده؟ لا، ال 150 فيهم مينيمم 40 الى 50 خازوق. امال ايه يا باشا؟ يعني هاي ليفل، هاي ليفل. وانت حتى بص يا اخويا على كتاب الكليه بتاعك ده، في شويه اسئله ام سي كيو انا مش عارف احلها. مش انا عمال اذاكر فيها بقالي سنتين مش قادر افهم هو عايز ايه. الحمد لله عامل ايه يا ربي. لكن احنا بقى امتحاننا احنا السنه اللي فاتت، بقول لك واحد مجنون ابن كلب حاط الامتحان كله جه غريب، بس مسكوه ايه؟ نفضوه، نفخ، نفخ، نفخ. بس بص بقى عشان تعرف ان احنا بلدنا مش مهم، يروح جاي الامتحان الدور الثاني ميه. طب يا جماعه كده، طب ما ده انفير، انفير يعني العيال اللي اجلهم كده خد اكتر. انت فاهم الفكره ازاي؟ امتحان ايه بقى؟ ميه. ليه كده؟ يعني تجيب واحد مجنون يحط امتحان يضيع الدفعه بالكامل، وبعدين تيجي العيال المأجله دور ثاني تنزله امتحان سهل. كنت هات نفس الواد بقى وخلاص. لا والله مش كده، المساواه في الظلم عدل. لا ما حاجه، ما هو المشكله ايه؟ ان الامتحانات في مصر هي بتعتمد على شخصيه الايه؟ اللي بيحط الامتحان، شخصيه وسخه يبقى الامتحان ايه؟ صعب. بعدين على فكره هو مش قاصد، هو ما يقصدش، هو مش فاهم هو بيعمل ايه، المشكله ايه؟ عادي عادي، مين مش فاهم هو عمل ايه اصلا؟ دي مشكلة بقى، تقعد تتكلم معاه ليه؟ ليه؟
بالظبط مش عايش في البتاع. طيب ايه بقى العمليه الجراحيه؟ ها نروح مسكينه اهو، تعال يا ابني، واروح قصص له الايه السفره، تعال يا بابا، تعال يا بابا، يلا توكل على الله، الف سلام، خلاص بقى زي الفل اهو. طبعا لو مش بالعمليه بالليزر، لا الليزر ابليش يخش، تعرف الليزر ده لما بيروح بيحرق حاجه، الحاجه دي بتتلاشى تبقى غير موجوده، تقول طب هي الحاجات راحت فين؟ مفيش، سكوا بقى بخار سبحان الله رب يعني. وبعدين بقى يدوا له ايه بقى؟ طب انا بس انا لسه خايف، انا لسه خايف برضه، خايف من ايه؟ من الاريزميا. ام يضرون، امشي عليه. وبعدين بص بقى جميل، احنا مش عايزين بقى المجوخ، خلاص عيش بقى عادي ومتابعة وربك كريم بس خلاص خلص بقى. يمشي عليه على طول مدى الحياة ومتابعة. كورة ايه بقى؟ واحد عنده دايستولي ديسفانكشن كله يلعب كورة، طبعا هيقعد في بيته، ممكن يبقى ابتدى يدرب او يبقى متفرج بقى وخلاص، هنعمل ايه؟ الله بقول لك انا رياضي بس بتفرج. ريستريكتيف هي قصه الهوكم، بس قصه مؤلمه عشان كده عامله زي نفته التلفزيون. ريستريكتيف كارديو، بس هي الهوكم يعني ايه ام سي كيو ده، ام سي كيو سواء لو عمل حاجه زي كده في بروبلم يبقى ابن لذين، يبقى مجرم، يبقى راجل وحش. ريستريكتيف كاردوميوباثي يعني ايه بقى؟ بص بقى افتكروا كلمه اوزيس، ساركيدوزيس، هيموكوماتوزيس، امايلودوزيس، كل دول بيعملوا ايه بقى؟ ريستريكت. يعني ايه ريستريكت يا ابو الجباتن؟ ما احنا فهمنا بقى الموضوع انه الفنتريكل مش عارف يرحرح. طيب لما الفنتريكل ما يرحرحش، الليفت فينك ما يرحرحش، يبقى الليفت اتريال بريشر، يعني الليفت اتريال مش هيفضي، فالليفت اتريال بريشر ايه؟ يعلى. يوم المريض يبقى عنده ديسنيا قرصان. طب لو الرايت يبقى عنده سيستميك فينس كونجيشن. فهو عارف ده بيفكرك بيه، بيديك صوره مشابهه للكونستريكتيف بيريكاردايتس. عشان كده من ضمن الديفرنشال دايجنوزيس بتاع الحاله دي، شوف كده لو في ديفرنشال يبقى اكتبها، هي مكتوبه بس يعني مكتوبه في وسط الكلام. الديفرنشال قول له كونستريكتيف بيريكاردايتس، حط تحت كده دي كونستريكتيف بيريكاردايتس. طب قولوا لي بقى الهارت ساوند ايه هنا؟ نسبة عن هارت ساوند الذي يعبر عن الدايستوليك ديسفانكشن، فورس هارت ساوند، مش كده يا اولاد ولا ايه؟ افكركم بالموضوع انه الليفت فنتريكل مش عارف يعمل ريلاكسيشن، فالليفت فنتريكلر بريشر بيبقى عالي، فالاتريال يعمل فورس كونتراكشن. هل الهوكم في فورس هارت ساوند؟ طبعا، لان في دايستوليك ديسفانكشن. وخلي بالك ان ده برضه دايستوليك ديسفانكشن عشان تبقى فاكر. يبقى مين الكاردومايوباسي اللي انت تحسه زي ما انا خدت الهارت فيلير؟ الدايليتد. عشان كده لما جالهم قلت له طب لو جالك هوكم يا عبيط ولا ريستريكتيف كنت اقول لك انت ما ذاكرتوش، انما دايليتد كاردومايوباسي انت بتكتب بيكتشر اوف باي فنتريكولار كانك بتكتب ليفت ورايت سايد فيلير، وتقريبا العلاج متشابه والانفستيجيشن متشابه وخلص الموضوع. ممكن بقى تسال جنبك تقول له النبي بس قول لي كده سببين بقى من عندك، انا كتبت كله اديني سببين. خلاص يعني خد يعني شويه كحول وشويه بتاع، يلا يعني يلا سواء. ده بيبقى كونسلتو. ايه بتعمل يا ابني؟ كونسلتو يا فندم، احنا ما بنغشش. تيجي بقى هتروح عامل ايه بقى في العيان ده؟ هو هتروح عامل له ايه؟ يبقى خلي بالك من الهيموكروماتوزيس، ممكن تعمل دايليتد وممكن تعمل ريستريكتيف، خلي بالك. الساركيدوزيس هكذا. طيب العيان ده بقى الايكو، هتلاقي دايستوريك ديسفانكشن، ودايستوريك ديسفانكشن مجهوله الهويه،
وبعدين على فكرة بص بتعليقه بيعرف، هل تعلم ان احنا ممكن ساعات ناخد بيوبسي من العيانين دول عشان نعرف ان هو انت بقى لو ترجع عشان تضحك، لو ترجع انت لمين بقى؟ لكتاب الباثولوجي سنة تالتة، تبص تلاقي فيه كده ورقتين كاردوميوبسي كاتب لك تفاصيل، هتلاقي الكلام معظمه مكتوب، بس هو بيركز على ايه بقى؟ شكل الكاردياك ماسل فايبر تحت الميكروسكوب. ده معناه ايه الكلام ده؟ معناه انه ممكن تاخد بايوبسي فعلا، يعني ده ممكن اخد منه بيخش بالقسطره جوه الفنتريكل ومن ويخش من الاندوكارديوم ويروح داخل في المايوكارديوم وياخد الاندوميوكارديال بايوبسي. وفي الاخر العلاج كله سيمتوماتيك، يعني وهتعالج السبب طبعا تريتمنت اوف سوكوز، بس سيمتوماتيك ده هو عنده ديسنيا وعنده كذا. هو تفتكر العيان ده ايه اهم حاجه تفيده؟ يعني من غير ما تبص كده انتوا قولوا لي هو عنده الطبيخ اشتغل على فكره الناحيه شمين في حاجه كده اشتغلت الوليه اللي هنا دي بتعمل بيض، بتعمل بيض دلوقتي في اومليت او حاجه كده لكن هيجوعونا كده دلوقتي. الليفت ايترال بريشر عالي فالعين ديزني كورزوبنك، رايت ايترال بريشر عالي فالعين عنده سيستميك فينس كونجيشن. ايه اللي ممكن يعمل ريليف لكل الهيصه دي؟ حاجه واحده، دايوريتكس بس. اديله ديجيتاليز استكول، اديله ديجيتاليز مش هيستفيد حاجه، مش هيفيد. شفت بقى ازاي هنا هيعمل له ايه الديجيتال ده؟ دايستوليك ديسفانكشن. هو الديجيتاليز بيحسن الدايستولي ان شاء الله ولا بيحسن السيستولي؟ اعمل وسطى بس كده يا عم الحاج، وليلتك زي الفل. خش يا جميل على اللي بعده. مايوكاردايتس، هو المايوكاردايتس برضو عارف عباره عن ايه كده؟ بص تروح كاتب عليه كده من فوق كده باي فينتريكولار فيلير، بس كده باي فينتريكولار فيلير. ايه دي المايوكاردايتس دي؟ باي فينتريكولار فيلير اكتب يلا. هتروح كاتب طب اديني والنبي سابق فايرال يلا. حلو حلو عليه. يعني اقصد ايه؟ يعني خدت فيك شفت انا كده كده هقولها لوحدي، ممكن اقولها لوحدي. ما احنا عارف انت بقى لما تيجي تذاكر في البوست والحاجات دي هتبقى كده برضه، يعني يقول لك ايه خد فكره بس افهم هو قصدي دي كذا كذا خلاص. في مواضيع لازم اقراها كويس، في مواضيع ببص كده عليها عشان اعرف بس البتاع. يعني لا مايوكاردايتس ايه مايوكاردايتس دي؟ شو ده في حاجه؟ ده فايرال وكلام فارغ ومسخره وشويه هارت فيلير ليفت ورايت وقلب. يعني كله كلام ورا بعضه. ايه بقى الاسباب؟ كوكساكي، انفلونزا، ادي فايرال، في بكتيريال زي الليبتوسبايرا مايكوبلازما والحاجات دي. الدراج هو السايكروفوسفامايد، واضح ان الكيموثيرابي بيأثر على المايكارد. في بقى مايوكاردايتس بتيجي من اللوبس، في مايوكاردايتس بتيجي من الروماتيك، مايوروماتيك هارت اي بانكر. على فكره اللوبس بالمناسبه والروماتيك الاثنين بيعملوا بان كاردايتس، يعني كلمه بان كاردايتس موجوده في الروماتيك وفي اللوبس، فالاثنين يجي لهم ايه؟ مايو ايه؟ كارتايد. طب العين عنده ايه يا اخويا؟ عنده بيكتشر اوف باي فينتريكولار فيلير، اتفضل اكتب يلا وانبسط. الهارت ساوندز مافلد خالص. ليه بقى بتبقى مافلد؟ ليه؟ اما عشان هنا بقى لوس اوف ذا مايوكارديال كومبوننت. خلي بالك هنا، خلي بال حضرتك هنا الفنتريكل مش انتوا خدتوا زمان افكركم حاجه في الاطفال كانوا يقولوا لنا ايه من ضمن الساينز اوف روماتيك اكتيفيتي مافلينج اوف هارت ساوند؟ سمعتوا الكلمه دي قبل كده ولا كالعاده؟ لا ما سمعناهاش ولا يهمك. يبقى ليه؟ عشان المايوكاردايتس. يعني دايما المايوكارديوم لما يلتهب يؤدي الى مافلينج اوف هارت ساوند، لان المايوكارديوم ملتهب فحدث لوس اوف ايه؟ اوف مايوكارديال كومبوننت. سمعتوا عن حاجه اسمها تيك تاك ريزم؟ ما هو ده، بس اقولها لكم بقى في روماتيك فيها عشان ما نضايقكوش. يقول لك الهارت ساوند اسمها لاب داب، خلاص كده اللي بيعمل لاب داب ده الفالفولار كومبوننت مع الماسكولار كومبوننت. لما الماسكولار كومبوننت يروح يبقى فالفولار كومبوننت بس، فنسميه تيك تاك.
بس ما بتكتبش، بس ما بتكتبش، هي جايه في روماتيك فيفر ومكتوبه تيك تاك واخر حلاوه. نيجي بعد كده يا عم هنعمل ايه؟ طبعا مانيفستيشن اوف زيكوز انفستيجيشن، رسم قلب، يلا مش مشكله، الايكو، الكوز، العفريت بتاع، وخلاص مفيش حاجه خالص يعني. بس خلي بالك بقى من نقطه مهمه جدا، نقطه مهمه جدا، الميوكارديوم لما بيلتهب، مش مكتوب عندكم سي كي؟ في هنا سي كي كده ولا حاجه؟ فين؟ عشان كده يجي يقول لك ايه الكاردياك انزيمز، خلي بالك، والتروبونين ممكن تزيد. ليه؟ ما هتطلع من الميوكارد، الميوكارد ملتهب. انتوا عارفين البيريكاردايتس بقى؟ البيريكاردايتس دي بانتكال ساعات تخم خامه، يعمل ايه؟ ما هو البيريكاردايتس بتعمل ريتروسترنال ايه؟ شست بين. وساعات البيريكارديوم لما يلتهب يلهب مع الميوكارديوم وتلاقي تروبونين عالي والانزيمات، فيقوم يقول لك ايه؟ وكان السي كي عالي وكان مش عارف ايه؟ طب ايه الديفرنشال؟ هتقول انفاركشن فيرسس بيريكاردايتس. مش احنا قلنا حاجه زي كده هناك؟ فانت خلي بالك من النقاط دي وانت بتقرا عشان تبقى فاهم. هتلاقي الحاجات دي بروبلم في كتاب حضراتكم عشان تبقوا عارفين. هتشوف يا بطل يا اهلا. التريتمنت ايه؟ مش ده هارت فيلير؟ الهارت فيلير لا غنى عن الدايوريتيك والايس فيرسس ارمز وخلاص، واهو تريتمنت كذا كذا كذا. بس خلي بالك بقى من حاجه مهمه.